أقول لك فيه اثنين من المشايخ حضروا زواج واحد من أخويانا بس إنه جهته عسير، وهذا المشايخ واحد إنه من الأحساء، واحد ظهر إنه من الخرج. إيه. فراحوا وحضروا زواج خوينا العسيري. نعم. وكأن اشتغلت شيلات قبل يجون أو ما أدري، وفيه شايب إنه هناك يبغى يتكلم في الزواج بالنصح وكأنه ما سمحوا له. المهم منهم الرجل صاحب منظر وقار وهيئة، فجاء عند المشايخ هذول قال أنا سمعت أنكم جايين من برا عسير ورحبهم وكذا، قال أبغى أعزمكم عندي، ولما هو أهل الزواج الله يجعل لهم الداوي. فأخويانا قالوا آمين، أعوذ بالله. يقول آمين، ما يدرون. المتزوج جالس ويشوف المشايخ يقولون آمين، هم يوم سمعوا الداوية يحسبونها دواء هذا داوية، يعني يقعدون يدوون وينعون ويصيحون وينيحون طول عمره. اسمع، يقول سمعينا خريف، أعوذ بالله. هو يقول ما عليكم من تعشوا عندي بكرة، ما عليكم من هالزواج الله يجعلهم الداوية. يقولون المشايخ آمين. بعض المصطلحات ودك ناتبها. هذا شرح عليهم، يقول يا ولد تقولون آمين على كلام آمين على الدواء، والله إحنا سمعنا الدواء يعني فيها علاج. وعلى هالطاري وعبد الرحمن